على من شيبه قطنه السلام على من دمه غسله وشيبه قطنه ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام سلام الله عليكم أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروف الزمن الردي شتى مصائبهم فبين مكابد سم ومنحور وبين مصفدي سل كربلا سل كربلا كم من حشا لمحمد صلى الله عليه وآله نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي وبها على صدر الحسين ترقرقت وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي بكر الذبول على نضارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الندي جمع الصفات الغر فهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد صلى الله عليه وآله يقول يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأس المتوقدين ويؤوب للتوديع وهو مكابدون
لضم الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ضماه وما اشتكى. إلى من يشتكي علي الأكبر العطش؟ يشتكي إلى من كان بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش. يشكو لخير أب ضماياه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظامي الصديل. ادركني يا ابويا وجيب لي قطره امي رفرف على راسي ترى طير المني. اويلي اللي يحسن يلي من تمسك بيك ما خا يا مقصد الوافد اظن وتداحيل. اريد قطره ماي قلبي من العطش ذا غارت عيوني واظلم الوادي علي. لو تنطفي بقطرة امي نار شبدي ما حد كفو من هالجماع يوقف بدربي. برد غليلي وعاين طرادي وحربي لحمل على الجيمان حملها شمية إلا وصراخ وخلي الخيل تتكرده تذكر داس على الخير. وادع النهار من العجاج اظلام اظلام من الليل. اوالي واملي الوادي من الجثث واجري الدماء واجري الدماء واملي الجود وتشرب الحر الزكي. ضمه الحسين إلى صدره إلا ضمه الصدر والدمع بالخد بالخد هما. ابشر يا عقلي كان مني طلبتك ما لكن وان كان طلبك ماي هذه طلبة محال. اللي يجيب الماي ظل جثة رمي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا الحجة ابن الحسن ولتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
في المجلس السابق انتهى بنا الحديث حول الهمة العالية إلى بيان أبرز خصائص وخصال أصحاب الهمة العالية، وبقي الجواب عن السؤال الثاني، حيث أن السؤال الأول كان ما هي صفات أصحاب الهمم العالية، والسؤال الثاني كيف يصبح الإنسان صاحب همة عالية. والهمة العالية من أبرز الدروس التي تستفاد من واقعة الطف. هناك عوامل متعددة تجلب للإنسان الهمة العالية. أول تلك العوامل اغتنام الفرص. الحياة مليئة بالفرص، في كل لحظة تمر على هذا الإنسان هنالك فرصة يستطيع الإنسان أن يستغلها. جاء جمع من الفقراء والمساكين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا: يا رسول الله، إنا لمحرومون من ثواب الجهاد، لأنه في ذاك الوقت بداية الدولة الإسلامية كان الخروج إلى القتال والجهاد يتطلب امتلاك سلاح، يتطلب امتلاك دابة. هؤلاء فقراء لا يملكون شيء، فقالوا لرسول الله: يا رسول الله، إنا لمحرومون من ثواب الجهاد، فماذا نصنع؟ احنا بودنا أن نطلع نخرج معك إلى الجهاد، لكن الفقر يمنعنا من ذلك، فماذا نصنع؟ فقال لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: قولوا 100 مرة لا إله إلا الله. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يعطي درس، يعني إذا ما كان بإمكانكم الخروج إلى ساحة القتال لقلة اليد، تمتلكون ألسن، تستطيعون ذكر الله عز وجل، فاذكروا الله تعالى. شوف، حياة الإنسان مليئة بالفرص. إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. أحيانا تتهيأ فرصة الدراسة، مواصلة الدراسة، إذا لم يستثمرها فلن تعود له مرة أخرى، صعب جدا. أحيانا تلوح فرصة من فرص الخير، إذا لم يستثمرها ستمضي هذه الفرصة. شوف، تريد تكون من أصحاب الهمم العالية فعليك باغتنام الفرص، اقتنص الفرص. عبيد الله بن الحر الجعفي جاءته الفرصة ولكنه لم يغتنمها، فماذا جنى غير الخسران والشقاء؟ هذه فرصة ثمينة تستغل. هذا العامل الأول. العامل الثاني جبران ما فات. من أراد أن يكون من أصحاب الهمم العالية فعليه أن يجبر ما فات. الخلل الحاصل في الحياة ينبغي أن يجبر. ورأينا من أجبر النقص بصورة رائعة جدا في التاريخ، أبان بن سعيد بن العاص
أبان هذا كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا سعيد بن العاص يقول كان عنده 5 أولاد وقيل 8 أولاد، اثنان منهم 5 أولاد، اثنان منهم قتلا يوم بدر، قتلهم أمير المؤمنين سلام الله. بقي 3 أبان وخالد وعمر. عمر وخالد بعد واقعة بدر دخلا في الإسلام، بقي أبا. رجع إلى مكة وكان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام خرج إلى الشام للتجارة، بالطريق التقى براهب، دخل على الراهب قال إن فينا من خرج وهو يدعي أنه رسول، فقال له الراهب هل أصفه لك؟ قال نعم، فبدأ الراهب يصف النبي صلى الله عليه وآله بأوصافه. تعجب أبا، قال هي والله صفاته. فقال له الراهب سيظهره الله تعالى على العرب، بل سيظهره على العالم بأسره، هذا الذي بشرت به التوراة والإنجيل. أبان يقولون بعد تلك السفرة توقف عن سب رسول الله، توقف عن النيل من رسول الله، وصار يسأل عن النبي أين هو، هل هو في المدينة خارج المدينة؟ فقيل له خرج في غزوة، خرج في معركة، صار ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وآله. بمجرد أن رجع النبي إلى المدينة جاء أبان ودخل على رسول الله وأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وحسن إسلامه النبي صلى الله عليه وآله. عزل أبا العلاء الحضرمي عن ولاية البحرين وولى أبان بن سعيد على البحر، كان والي البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وآله. تدرون هذا ايش سوى؟ شوف يا سبحان الله، هذا الذي كان يكره النبي صلى الله عليه وآله، وكان علي صلوات الله وسلامه عليه قتل أخوي. تدرون فيما بعد شنو صار في أبان؟ هذا أبان كان محبا للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي زرع بذرة التشيع والمحبة لأهل البيت في هذه البلدان. شوف أبان بن سعيد كان يحب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، لذلك لما تقول بعض المصادر لما توفى النبي صلى الله عليه وآله جاء أبان وأخويه خالد وعمر إلى المدينة، فقال الخليفة الأول لهما ما الذي جاء بكما؟ يعني كل واحد كان والي على منطقة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ما الذي جاء بكما؟ ابقوا مكانكم. أبان خاطب الخليفة الأول، لا نلي هذا الأمر لأحد بعد رسول الله، والخليفة الشرعي بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب. ما بايع، راح سأل عن الإمام أمير المؤمنين أين هو حتى دلوه عليه. جاء أول ما وصل هو وأخوه، التفت للإمام أمير المؤمنين سلام الله، قال إنكم لشجر طوال طيبة الثمر ونحن لكم تبع. ظل مع الإمام سلام الله، بقى مع الإمام سلام الله.
ذلك. ما تشوف التشيع منتشر في هاي المناطق. طبعا البحرين سابقا مو فقط الجزيرة، هذا الخط الممتد من البصرة إلى عمان كله يسمى بحر. هذا زرع بذرة التشيع في هذه البلد. شوف جبران ما فات، هذا صاحب همة عالية. أحيانا تشوف إنسان مقصر في حياته، سابقا لم أراعي المسائل التي يجب أن أراعيها، لم أهتم بالأمور التي يجب أن أهتم بها. إلى متى أبقى على هذه الحال؟ لابد أغير مسار، لابد أصحح المسار. إمام أمير المؤمنين يقول إن وقتك لا يسع لكل شيء ففرقه للمهم. الإنسان ما ممكن أن تتسع لكل شيء، كل إنسان يفرغ وقت فقط وفقط للمهم من أمور الحياة. شعوانة، لعل بعضكم سمع بقصتها، شعوانة كانت، أعطينا مثال نموذج للرجال نعطي نموذج للنساء، شو صاحبة الهمة. شعوانة كانت معروفة بالبصر، لا يخلو مجلس من مجالس الطرب منها، أصبحت مضرب المثل في البصر. يوم من الأيام خرجت مع بعض من جواريها تمشي في أزقة البصر، فمرت على دار، هذه الدار كان ينبعث منها أصوات البكاء والعويل. تعجبت، قالت ما الذي جرى؟ أهناك مأتم بالبصرة لا نعلم به؟ قالت لواحدة من جواريها انطلقي واستعلمي الخبر، روحي دخلي داخل الدار وشوفي الخبر شنو، ليش هذا البكاء والعويل. دخلت الجارية ولم ترجع، التفتت لجارية ثانية قالت انطلقي واستعلمي الخبر، دخلت الثانية وبقت في داخل الدار لم تطلع لم تخرج. وصارت شعوانة ترسل جارية بعد جارية حتى دخلت جميع جوارها ولم تخرج واحدة منهم. تعجبت، قالت ما الذي جرى؟ بعثت بجميع جواري لم ترجع واحدة إلي بالخبر، شنو صاير بهذه الدار؟ قامت هي بنفسها ودخلت الدار، دخلت الدار وإذا بها ترى الدار غاصة بالناس، وفي صدر الدار منبر عليه واعظ يعظ الناس، وكان قدير في إلقاء الموعظة بحيث جعل المستمعين ينوحون ويبكون في عويل. فأخذت تسمع شعوان ما الذي يقول، شنو من قدرة عند هذا الخطيب بحيث يحرك هذا الجمع، ما الذي يقوله؟ فأخذت تصغي ماذا يقول، وإذا به يتحدث عن تفسير بعض الآيات في ذكر نار جهنم والمستجار بالله، وإذا رأتهم من بعيد، الآيات الكريمة يفسرها تفسير رائع جدا يضمنها بعض الروايات، والناس في بكاء شعوانا دفعة واحدة وإذا بقلبها قد انكسر. هذه التي كانت لا يخلو منها مجلس من مجالس الطرب بدأت تبكي، تأثر قلب. شوف قلب الإنسان عجيب، هذا القلب وسمي قلبا لتقلبه، يتقلب من حال إلى حال. وترى حالة انكسار وليد القلب من أروع الحالات التي تمر على الإنسان، حتى أن بعض الأعلام يعبر بتعبير جميل يقول كل شيء ينكسر يفقد قيمته إلا القلب، إذا انكسر ارتفعت قيمته قلب الإنسان. بدأت تبكي، زاد البكاء والعويل في المجلس. قامت على قدميها تخاطب ذلك الشيخ الواعظ،
أيها الشيخ، إن لي ذنوبا عظيمة، فإذا تبت فهل يتوب الله علي؟ قال نعم. قالت يا شيخ، إن ذنوبي تختلف عن ذنوب بقية الناس، أنا اقترفت عظائم الأمور. فقال الشيخ، لو كانت ذنوبك كذنوب شعوانة فإذا تبت تاب الله عليك. قالت يا شيخ، أنا شعوانة. لاحظ، هذه المرأة كما يذكر الناقل، بعد ذلك صلح حالها، صارت تصوم النهار وتقوم الليل حتى أصبحت كالجلد على العظم، مثل الجلد على العظم. شوف، هذه لو لم تكن صاحبة همة عالية لما بلغت هذا المبلغ. جبران ما فات. تريد تكون من أصحاب الهمم العالية فعليك بجبران ما فات. إذن العامل الأول انتهاز الفرص، العامل الثاني جبران ما فات، العامل الثالث من العوامل التي تكسب الإنسان علو الهمة الارتباط بأصحاب الهمم العالية. أنت شايف طبيعة الإنسان، إذا يجلس ويا إنسان نشيط، شوف أنت لما تجلس ويا إنسان نشيط تكتسب من نشاطه، لكن لما تجلس ويا واحد كسلان لا، يعديك من كسله. هذه طبيعة في الإنسان. لهذا من يريد الهمة العالية فعليه أن يخالط هؤلاء أصحاب الهمم العالية. هؤلاء يأخذونك إلى الهمة العالية، يختصرون عليك الطريق. لذلك ليش في الروايات وفي النصوص الشريفة نجد تصريح ودعوة صريحة إلى الارتباط بالمعصومين بالأولياء، لأن هؤلاء أصحاب همم عالية، إذا ارتبطت بهم اكتسبت الهمة العالية. خصوصا نلتقي في التاريخ بشخصيات رائعة جدا جسدت الهمة العالية بأروع صور، مثل الحسين سلام، مثل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أنك بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. شوف صاحب هم عالي أبو الفضل، مثل القاسم بن، مثل علي الأكبر صلوات الله وسلامه. شوف، علي الأكبر كان ملازما لأبيه كما تذكر مصادر التاريخ دائما، حتى في اجتماعاته الحسين سلام الله عليه مع ابن سعد كان يأخذ معه ولده علي الأكبر في تلك الاجتماعات، وكان دائما مع أبيه الحسين. ولما هومت عينا الحسين ورأى في عالم الرؤيا وسمع في عالم الرؤيا هاتفا يقول إن القوم يسيرون والمنايا تسير من خلفهم، انتبه الحسين، أخذ يسترجع. علي الأكبر سأل عن سبب ذلك الاسترجاع، أجابه الحسين سلام الله عليه، لهاتف سمعته يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من خلفهم، قال أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي نفسي بيده، قال إذن لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. شوف، هذا صاحب هم عالية جدا، ومو فقط مجرد دعوة يطلقها علي الأكبر، ما أسهل الدعاوى التي تطلق. علي الأكبر قول وفعل، من يراجع سيرة علي الأكبر سلام الله عليه يجد أنه كان بطلا مغوارا. كان سلام الله عليه
شجاعا مقداما ذكر الناس بحملات جده أمير المؤمنين علي الأكبر سلام الله عليه. ذكر الناس بأمير المؤمنين بحملاته، حتى أنه في بعض المصادر جاء بعضهم إلى ابن سعد يقولون: يا ابن سعد، لقد خرج أمير المؤمنين من قبره. هاي الحملات كان معروف بها الإمام صلوات الله وسلامه. ليش؟ لأنه إذا كر على الميمنة مالت الميمنة على الميسرة، وإذا كر على الميسرة مالت الميسرة على الميمنة، وإذا كر في القلب تطشرت الناس من حوله. هي حملات أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، معروف بها الإمام سلام الله عليه. فقال: اكشفوا لي عن طرف الخيمة. كشفوا له عن طرف الخيمة، أخذ ينظر، قال: ويحكم، هذا علي بن الحسين، هذا علي الأكبر. فعلي الأكبر سلام الله عليه كان مجمعا لصفات الكمال، شبيها لرسول الله في خلقه وخلقه ومنطقه. شوف، شبيه لرسول الله في خلقه. ماذا قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله؟ وإنك لعلى خلق عظيم. شبيه لرسول الله في منطقه، القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا البعض يستدل على عصمة علي الأكبر سلام الله عليه بهذا، يقول هذا كان شبيه لرسول الله في منطقه. لذلك يحق للحسين أن يبكي عليه. صاحب البحار يروي هاي الرواية عن السيدة سكينة بنت الحسين، تقول: لما وقف أبي على مصرع أخي علي الأكبر غارت عيناه في أم رأسه. تعرف غارت عيناه في أم رأسه ماذا تعني؟ يعني اعترته حالة أشبه بالاحتضار، أشبه بالاحتضار، وهو ينادي: على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، على الدنيا بعدك العفا. لذلك زينب سلام الله عليها ما بقيت في المخيم، خافت على الحسين سلام الله عليه، فخرجت شابكة 10 أناملها على رأسها تنادي: وا ولداه، وا علياه. فلما نظر الحسين إليها قام من عند ولده أرجعها إلى المخيم. أقول: ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله حينما رأيت علي الأكبر وهو يريد الخروج إلى الميدان. يقول الراوي: خرج علي الأكبر إلى الميدان، أخذ يقاتل قتال الأبطال حتى قتل تمام 200. أصابه العطش، رجع إلى المخيم. الحسين واقف على باب المخيم ينظر إلى حملات ابنه، وكل ما يشوف تلك الحملات الحيدرية يستر قلبه. ليلى تنظر في وجه الحسين دفعة واحدة وإذا بوجه الحسين قد تغير. صاحت ليلى: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. برز إليه بكر بن غانم، بكر بن غانم كان يعد بألف فارس. ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال: ادخل الخيمة وادع الله عز وجل، فإن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. جاءت هذه الأم المفجوعة بولدها، دخلت إلى الخيمة، توسلت إلى الله عز وجل، أقسمت على الله بهذا القسم العظيم، يا له من قسم. قالت: إلهي، بغربة أبي عبد الله الحسين، إلهي
بعطش أبي عبد الله الحسين. يا راد يوسف على يعقوب أرجع علي ولدي علي سالما، إلا طبت الخيمة وتوسلت لله بحبيبه. يا راد يوسف عالمغيبة أريدك علي سالم. سقطت مغشيا عليها سلام الله عليها. هذا ما كان من أمرها. أما ما كان من أمر علي الأكبر فقد اختلف مع ذلك اللعين بضربات، فعاجله علي بضربة أرداه بها صريعا وأقبل نحو أبيه الحسين يهفو. يقول أبا أبا الجائزة، قال ماذا تريد يا بني؟ قال قطرة من الماء. الله يعز والله على الحسين أن يطلب علي هذا الطلب. يقال أن الحسين وضع خاتمه في فم علي الأكبر، وقيل أنه وضع لسانه في لسان ابنه. يقول علي الأكبر فرأيت لسان أبي الحسين كالخشبة اليابسة من شدة العطش. ألا من مناد وحسينا؟ ثم التفت إليه قال بني أدرك أمك بالخيمة. نزل علي الأكبر جاء إلى الخيمة دخل وإذا به يرى أمه ممددة في وسطها، أخذ رأسها وضعه في حجره بكى، تساقطت قطرات من دموعه على وجهها، أفاقت من غشوتها، صاحت من هذا؟ ولدي علي. قال نعم أمه. قامت احتضنت ابنها ثم أوصته بوصية، قالت بني علي إذا كان يوم القيامة تأتي كل امرأة قدمت شهيدا إلى جدتك الزهرة فبيض وجهي عند أمك فاطمة. بني علي لا تقصر في نصرة أبيك الحسين. بينا هو كذلك وإذا بالمنادي ينادي أين أنصارك يا حسين؟ ودعها علي الأكبر، خرج إلى أبيه قال أبا ائذن لي بالبراس، فاعتنقه الحسين ثم رمق بوجهه إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فإنه برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى نبيك نظرنا إليك. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم مالوا علينا يقاتلوننا، فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والعويل ونادى المنادي وحسينا. صاح الحسين أخي زينب سكينة عاتكة ليلى فلانة فلانة هلموا لوداع الشباب، فدرن حول علي الأكبر هذه تضمه وتلك تشمه، وثالثة تحث التراب على رأسها وتنادي وشابا. ودعهم علي الأكبر أراد أن يمضي إلى الميدان. يقول الراوي أخذ الحسين ينظر إلى ولده وقد أرخى عيناه بالدموع وصاح يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وصلت الله عليك، من يذبحك على فراشك عاجلا؟
الله أكبر، ثم صاح بولده: ولدي علي قف لي هنيا. وقف علي الأكبر: ماذا تريد يا أبا؟ قال: انزل من على صهوة جوادك وامشي أمامي بضع خطوات وارفع صوتك بالأذان حتى أتزود من مشية رسول الله وصوت جدي رسول الله. نزل علي الأكبر من على صهوة جواده، مشى بضع خطوات ثم رفع صوته قائلا: الله أكبر. فضجت المخيمات، فضجت مخيمات الحسين، ونادى المنادي: ومحمدا. مضى علي الأكبر إلى الميدان وعين الحسين تلاحقه، كر في القوم وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي، إلا تموج الخيل من يجبل علي. وياي وياي، ما أريد واحد شاب ساكت هذا اليوم، حق الشباب على الشباب. تموج الخيال من يجبل علي، لكن الخيال عزرائيل بي، عظم الله أجوركم. يقول حميد بن مسلم: كان إلى جنبي مرة بن منقذ العبدي، قال: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن قلب أبيه فيه. قلت: ويحك، يكفيك هؤلاء. فبينما علي يقاتل إذ مر بذلك اللعين فأهوى بالسيف على رأسه. ألا من مناد وعليا، وفي نقل آخر طعنه بالرمح في صدره. فانحنى علي على رأس الفرس، سالت الدماء على عيني الفرس، فأخذه الفرس إلى وسط القوم فاحتوشوه، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، حتى نادى بضعيف صوته: السلام عليك يا أبتا، ألا من مناد وحسينا. اكشف قلبك حتى تشوف حالة الحسين، أين هم عشاق الحسين؟ وين أحباب الحسين؟ هذا المشهد يفطر قلب كل محب للحسين. يقول العلامة الششتري: فانقض الحسين من المخيم كالصقر المنقض على فريسته، وهو ينادي 6 مرات: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. فلما وصل إلى مصرعه كان من عادته أن ينزل للقتيل نزولا إلا في هذا الموضع. يقول العلامة الششتري: فأخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على ولده. يقول حميد بن مسلم: من جلت الغبرة إلا والحسين ممدد بطول ولده،
وقد وضع خده على خده وهو ينادي على الدنيا بعدك العفو. إلا بطل علي الأكبر ونينا وفتح العين ونادى دي وصلني بعجل للخيم يا للخيم وصلني يخلي النوح تا بصدرك يا ابويا شيلني وجمع عوصا يم العلي لا ودع وينظر احوى حتى تجيني الوالدة تشد الجرح ودني يا ابويا العمتي زينب ارى خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا قال لا يا عقلي موجتي حجك فرا لازم اشيلك للخيام يا قرة العين لكن بليلة ايش الفكر يا حلو الاطباع. الله ما حال قلب الام ساعد الله قلب ام الشهيد لكن بليلة ايش الفكر يا حلو الاطباع لو عاينت جسمك يا عقل موزع عوزع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن يعين الله على ضجتها النساء وشال المدلل فوق صدره وللخيم عا ألا من مناد وحسينا احتمله على صدره وفي نقل لم يستطع الحسين أن يحمل ولده التفت إلى فتيان بني هاشم قال احملوا أخاكم علي حمله الحسين على صدره وأقبل به نحو المخيم وهو ينادي بلسان الحال يا أهل الخيم جاكم علي قوموا شوفوا على صدر جنازيته طلعن يا ويلي من الخيم عما شافوا علي مرمي ويجر ومن الطبر ما تنحاص جراحا زينب تيهل دموعها مهمو خرت على جسم شهيدتنا شيبت راسي يا شبي وليلة تحن وتصيح ذابفة تمشي وتعثر مشية المذوب وتصيح جسم ابني علي راو عين عيمت من راح نور ما اريد بعد من العمر دفنوني ما اريد بعد من العمر دفنوني ولا اشوف جثتها الولد محمود يا حسين حفروا لي حفير الساعة ما اقدر اشوف ابني واشوف انزاع قال لي يا ليلة تزودي منودا وبشري بعدنا بناقة مزو راح مني الولد راح راح مني الولد راح ذبحه وشبيه المصطفى بعده على الدنيا العفا راح مني
راح ذبحوا ذبحوا شبيه المصطفى راح مني الولد راح راح مني الولد راح ذبحوا شبيه المصطفى بعده على الدنيا العفا راح مني الولد ذبحوا ذبحوا ذبح والأكبر يا زينب يا اختي بهمة عالي وامسحي التراب عن راسه تراه دهش بالي واعذريني ترى عفت العمر بعد ابني الغالي راح الأكبر علي راح زينب يا مهجة فاطمة صارت حياتي مظلمة راح مني الولد راح راح ذبحة وشبي بعد علت راح هذا الأكبر تنزف دموما يا حماي الضعينة تحتمل يا خويا تنظر ولد أخوك مقطعين من شطر بالسيف راسه مغمضة للموت عينه راح خويا الولد راح قلبي انكسر يا ابو الفضل ودموعي بالدم تنهمل راح راح الولد راح راح مني ذبحوا ذبحوا شبي غاب نور البدر عنك ودعي الأكبر يا ليلى خضبي راسك من دمومة ترى الفرقة طويلة واستعدي بعده وبعدي إلى الناقة الهزيلة راح بدرك ترى راح ولدك بيبقى بكربلة وانتي تضيع بهالفلة مني الولد راح راح الولد راح راح مني الولد راح بعد علت راح دار وجهه للمدينة حسين ودموع جرية يصيح شبه المصطفى يا فاطمة راح من يدي بذبحة أوليدي يا يما الواسعة ضاقت علي راح ولدي علي راح ومن راح عني هالولد دلالي يا زهرا مرد مني الولد راح راح الولد راح مني الولد راح مني الولد راح ذبحه وش بعده على يا الله يا الله اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج
هناك دعوة إلى جمع هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني، فجزاكم الله الخير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله محضرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيان يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم إنا نسألك وندعوك ببقيتك الأعظم صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين الطاهرين، اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم إنا نحب عمل الحسين فأشركنا في عمله، اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا معه، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى بثوابها إلى أرواح موتاكم وموتى المؤسسين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.